خيرات يا بنات، يلا نعمل لقمة القاضي الزرابية زي ما انت، العوامة زي ما انت بتقولي عليها ديت، بعد ما باتت تاني يوم. بسم الله ما شاء الله، شوفي عاملة ازاي، جميلة جدا جدا، مقرمشة من بره وطرية من جوه. هعلمك في الفيديو كل تفاصيلها، كل تفاصيلها اللي تتخيليها، سهلة جدا 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 جدا. يلا بينا على الفيديو ونشوف تفاصيل العوامة، هتبقي أستاذة فيها. أوعدك إن الفيديو ده يجيب من الآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا قطايط، عاملين ايه؟ نعمل مع بعض بسرعة لقمة القاضي. احنا بقى ايه، شوفي، مش عايزين مش موجود مثلا حاجات للجلاش، امكانيات للجلاش، ولا زبدة ولا الكلام ده كله، ولا سمنة بلدي، ولا حشو، وبلح الشام مثلا هيكلفنا بيض وزيت. انا هعلمك طريقة تقليها بقى تبقى حلوة. معانا الخميرة دي، احنا كنا عاملينها في الفيديو اللي فات، شوفي الفيديو اللي فات اهو. الخميرة دي بنعمل بيها ايه؟ الخميرة دي مشروب بالطريقة دي، راجعها في الفيديو اللي فات، بتجيبي حتة الخميرة وتعملي سنة سكر وتعملهم في مية، التخمر بتاعهم بيساعد على انتاج فيتامين بي. معايا كيلو دقيق، الكيلو ممكن تعملي نص، الكيلو دقيق هديكي كمية رهيبة في الشتا ده، لو انتوا بتاكلوا مثلا كتير. انا هعمل اهو كيلو، ماشي، هديني كمية كبيرة جدا. ممكن تعملي شوية دلوقتي وشوية بعد كده، كل ما تخمر وتخبط كل ما كان احلى. خلي بالك معايا، خلي بالك الحاجات اللي بتنقلي في الزيت لما بتكتري لها السكر بتنحرق منك، لان السكر بينحرق في الزيت. فانا قاعد بعمل الكيلو، بعمل كبشة سكر كده كده، هنحط في شربات ونطر وشوية، قولي مثلا معلقتين اكل ملح، ده على الكيلو. خلاص، طيب شوفي بقى، لو انت واحده بتحبيها مقرمشه قوي 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 قوي، هتحطي مثلا ايه، 4 معالق نشا. انا بحط كاسترد، الكاسترد ده هيعمل ايه؟ الكاسترد ده هيديكي طعم فانيليا، هيديكي ماسكه حلوه، هيديكي لون حلو. ما عندكيش الكاسترد هو اصلا، الكاسترد ده اصلا عباره عن فانيليا بس ملونه، عن نشا بس ملونه، بدل ما تشتري انت لون هو بيضيف لك لون اهو. انا مثلا عكيلو، في ناس بتحط نص كوبايه، وفي ناس بتحط كوبايه، وفي ناس بتحط ربع كوبايه. انا ما بحبش، حبهاش مقرمشه، القرمشه المبالغ فيه، بحس ان طعمها بيروح، ودي اذواق. خلي بالك هنعمل ايه بقى كده، نيجي بقى على الميه. هعلمك تظبطي القوام. بصي بقى، لقمة القاضي عايزة ضرب تشك تشك زي الفلاحين القدام كده، كل ما ضربتيها كل ما تلاقيها هشة معاك، والبتاع بتاعك يبقى ده خلي فواكه انا عاملاه بحطه على المعجنات كده، ده بديل بقى ايه المحسن، بيخليلك العجينة بتاعتك طرية وبيضة وجميلة حلو يعني. بسم الله الرحيم، وريحته برتقان وسوفاند وحاجه جميله جدا يعني. بسم الله الرحيم، احنا بس ايه عشان ما نلغوطش من اولها، بس هوريكي اتعمل ازاي. الشربات بتاعها بيكون يعني مايل انه يبقى تقيل سنه، لان دي دقيق طبعا، من غير ما تبص كده. تقدري تعمليها بكيس لو انت مش عايزه تلخبطي ايديكي يعني. خلي الفواكه ده بنحط على الغسيل، بتنضف فيه الاسطح كده، بنحط على الكيكه، على التورته، في المعجنات كده طبعا. لا لسه احنا بتبقى سايله، اشوفي كده ونضرب بقى وتتخمر كذا تخميره. انا بعجن في المطبخ اهو،
وطبخت والطبخ ورايا، يعني البوتاجاز شغال ورايا وقافله شباك المطبخ ففي بخار. لو انت في جو ساقع قوي 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 عايزه تعمليها، ادي الفرن البوتاجاز شويه وبعدين حطيه، بس مش في بلاستيك بقى، في الومنيوم. او تعملي ايه، تجيبي فوطه كبيره وتحطها في ميه مغليه وتغطي، وتحطي هنا مشمع بلاستيك وتحطها فيه كده بقى تبدا تظبط معانا. طيب هتقولي لي اسيبها كده، اقول لك لا، احط لها بقى كمان معلقه نشا كده عشان ناخد لون حلو. هوريك اللون، ادي كده اتنين، ادي كده تلاته، انا كده حطيت تلات معالق نشا قصر دي يعني. بصي 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 اهو، استني اوريها لك. شفت اللون الاصفر ده باين معاكي؟ مش باين اهو. شفت اللون الاصفر ده اهو، وكده كده الشربات بتاعنا بيبقى عليه فانيليا. عايزاك بقى تعملي كده اهو بايدك بقى. لا اصلا ايديا وجعتني، اصبري انا، لازم هتشتغلي بايدك، هتشتغلي بايدك. توكلنا على الله وصحبه الرحمن. انا بعمل بقى لقمه القاضي، ما اقولكوش يا عيال، يا نهار ابيض تاني. يعني قبل ما تمسك، قبل ما العجينه تمسك معاكي في العجن، تروحي مزوده ميه. الحركات دي بقى ايه ده، اهي بتنشط بروتين الجلوتين اللي هو ايه، بروتين الدقيق اسمه الجلوتين، ده اللي بيديك الطعم بقى كده. عايزه تعملي نفخه كده زي الفلاحين بتوع زمان، النبي كان فيهم صحه يا اختي. عايزه انت بقى، عايزاها مقرمشه، القرمشه دي هتحط على نص كيلو ربع كوبايه كاسترد او نشا. اعملي بقى كده يا معلم، ولا عجان ولا، انا عندي انا عندي كيتشن ماشين في عجان، بس ما تستخدموش قد كده. شوفي العرق كده يبقى نازل نازل كده رفيع. اضربي بقى، دي بخمرها مرتين، لازم تتخمر مرتين. تابعيني بقى هتعرفي تقليها ازاي من غير ما تاخد معاكي زيت كتير، من غير ما يبقى لونها حته اي وحته لا. والشربات بتاعنا انا عاملاه، انا عملت كيلو سكر وحطيت عليه ميه غطيته وشويه خل تفاح، عاملاه معاكم في اول الفيديو اظن. خل التفاح ليه؟ لاني اللي عندي ليمون وما عنديش حاجه تنحط. خل التفاح مش هيخليها لك ابدا، وما بيخليها لكش تسكر. وارخص تحلي في الشتا ده بنبقى عايزين نحلي. وممكن يكون انت مثلا ما فيش بيض، يعني ما عنديش بيض وما عنديش زبد وما عنديش، ما فيش خامات اي حاجه اهو. وهعرفك مثلا لو عندك شويه زيت صغيرين تعملي بيهم ازاي. دي بقى كده تدوقي احلى لقمه قاضي عملتها في حياتك، هتطلع حشه من جوه. طب هتقولي لي بتعجن، بتطلع حشه معايا خالص واحطها في الشربات تعجن؟ اقول لك ليه، الشربات بتاعك خفيف لان دي دقيق في الاول وفي الاخر، دي دقيق هتحطها في الشربات، شربات خفيف، شربه ميه خلاص ضربت مع بعضها اهي مكتومه. العجينه بتاعتك تقيله او الشربات بتاعك تقيل، بتعرفي لما بتحطيها في الطاسه اول لما بتنفش قوي 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 يبقى انت عجينتك صح. المرحله اللي بعد كده بقى بتبقى على حسب الشربات. لو عملتها مليانه ميه بالزياده قوي 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 هتنفش معاكي اهو اهو. الناس اللي بتكتر الكاسترد بزياده بحس ان هي بتقلب معاهم على مشبك، بتبقى مقرمشه بزياده. انا ما بس هي اذواق بقى، انا ما بحبش مقرمشه، القرمشه انا بحبها ان هي ايه تبقى طبيعيه كده. شفت العجينه بتاعتك؟ لا تكتلات بقى، اعملي كده، هات العجينه كده اهو اهو. اعملي كده على قد ما تقدري، كل ما بتعملي كده كل ما النتيجه طلعت باذن الله اكتر من 100% طعم ونفخان بقى. ما تزوديش السكر ولا تزودي الملح طبعا. شوفي بقى اهي،
شوفي حتى التقطيعه بتاعت تحس انها كريمه. هغطيها بقى معاكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لا اله الا الله. هتخمر معايا مره وهبطها. شفتي شفتي الفقاقيع دي؟ دي مش من الخمير، ده من الخبط بتاعنا ده. احنا كده نشطناها، بقيت العجينه بتاعتنا مليون المية. نغطيها بقى. هتقولي لي الاسترتش ده فايدته ايه؟ الاسترتش ده بيقفل على العجينه بيقفل، بص الهواء، بص بص بيقفل ازاي. طيب هتقولي لي انا كست بيت لازمني والله تقدري تجيبيه، هيريحك بدل ما الحاجه تشبك في الغطا الحله وتقعدي تغسلي غطا. هو مش غالي على فكره خالص، وبيستخدم في حاجات كتيره ونضيف وجميل وغذائي. ما انتش مش عايزه تجيبيه ولا وتريحي دماغك تعملي ايه؟ هتجيبي كيس بلاستيك، كيس بلاستيك وتدهنيه زيت من تحت عشان العجينه ما تلزقش فيه، وتروحي ملبسه في العجين. انا بقى هعمل ايه دلوقتي؟ انا هقيد الفرن بتاعي شويه، 5 دقايق او دقيقتين كده، وبعدين احط ده فيه. بس تحطيه على صينيه بقى. ليه بقى؟ عشان لو عندك صاجه في الفرن ولا حاجه وسخنت وحطيتي عليها البلاستيك هتسيح البلاستيك، هتسيب لك علامات فيه، فبلاش عشان لما تيجي تغسليه بعد كده يبقى نظيف. عشان بس ايه الوقت اتاخر، والوقت كل ما يليل كل ما زادت البروده يعني، فانت تنجزي في وقت الدفى ده. معانا بعد ما خمرت هوريكم التخمير. انا معايا حله قديمه اهي. لقمه القاضي لازم تتعمل في حله، هي وبلح الشام، بلاش موضوع الصينيه دي. زيت اهو، الحله اولا بتبقى عميقه بتحتويها اكتر، تحمير اكتر، احسن طبعا من الصينيه بمليون مره. اي حله قديمه او حله جديده، بص الحله ما بتبص من اول مره. ده زيت قليه يا جماعه، بس الجو ساقع. استني بقى ما نجيب معانا اللي لازم يبقى زيت نضيف اول مره. شفتي ما شاء الله، شفتي التخمير اهي كبيره ازاي في التخمير بتاعها. استني اوريكي اكتر، اهو اهو مخمره خالص. المفروض في العادي ان انا ايه، ان انا اخبط التخمير ده واسيبها تخمر كمان مره، بس احنا دلوقتي بعد العشاء والجو برد، عشان تخمر كمان مره دي على الساعه 1 بالليل بقى، فانا بقى سبتها تخمر لغايه اقصاها يعني. معايا طبق فيه زيت قبل فيه ايدي، ويلا بينا بقى اللي معانا ده. صوت انا كنت غاسله الطاسه الحلقه المامته، فطبعا الزيت الميه موجوده في الزيت، فالطشطشه دي صوت ميه الزيت، هي نفس صوت الطشطشه لما تيجي تسيحي الزيت ده، تعرفي نسبه الزيت اللي فيه الميه اللي فيه. لازم الزيت بتاعنا يبقى حامي، في بلح الشام لازم الزيت يبقى بارد اهو، عشان بس مش هعرف بقى اتحكم في الموضوع. بصي اهي بجيب الاربع صوابع كده اهو اهو، بجيب الزيت بالاربع صوابع وتنجزي اهو اهو، الاربع صوابع مش عارفه اشتغل وانا ماسكه الموبايل. ببل لي ايدي زيت، بعدين اجيب الاربع صوابع اهو. شوفي الحجم بيتغير قوي بسرعه يعني. او ممكن تجيبي مثلا تجيبي معلقه زيت اهو، وتعملي بيه بس هتطلع ممكن هتطلع فظيعه دي. لا هنعمل كلها الاصابع فيها طرق كتيره. جنبي شربات، عايزه بسرعه بس. بلي ايدك زيت وتمسك الاربع صوابع دول. انا هديت النار على ما سقطهم كلهم. في ناس بتقليهم مرتين زي البطاطس كده، يعني ايه مرتين؟ اي حاجه زياده مش اكتر تقليها مرتين. اشوفي العجينه بتاعتنا، انا بعمل بالاربع صوابع كده بتنزل دي، بتبقى من عصا زيت. او تعملي كده تجيبي العجينه وتعملي كده وتشيليها معلقه من عصا زيت، او تكيسي تجيبي كيس بلاستيك. نعلي النار اهو. طبعا اول دور ده على ما ايدك تمشي بقى في الموضوع، وعلى ما الزيت ياخد درجه الحراره يعني اول مره في اي حاجه عاديه ما شاء الله طلع لها برده جوانح، بس نفخت خالص هي دلاله على نجاح العجينه يعني. لو ما نفختش معاكي حتى لو عجينتك يابسه بتنفخ، لان فيها خميره خلي بالك يعني.
التقليب ده بقى بيوحد لدرجه اللون بس بعد ما تنشف من بره، اول مره ما بتبقاش ناجحه في الحاجه يعني. وبطلعها، في ناس بتطلعها وتسيبها تبرد مثلا في صينيه هنا تبرد شويه وبعدين تبقى تحطها في شربات عشان ما تهبطش. ولو انت في الصيف وعايزاها يبقى طعمها حلو اعملي الخطوات بتاعتنا بس عجنيها بميه متلجه او ميه بارده جايه من التلاجه. طبعا بنحط فانيليا على الشربات بعد ما نطفي عليه بيديكي طعم حلو جدا للشربات. دي بقى نصائح وحاجات دي اساسيات يعني ايه. شوفي بقى الحله بتبقى مديه على وسع من فوق فسهل انك تتحكمي فيها. في الصينيه لو بتقلبي كده هتلاقيهم ثلاث ارباعهم بقى بره. ما بحبش انا تحميل الحاجات دي في الصينيه، حتى لو حله نظيفه سيبك من انا جايبه حله قديمه. ماشي حابه استخدمها في حاجات كتيره كده يعني اي كلام كده. لكن انت مثلا لو عندك حله نظيفه وما عندكيش حله زي تحت ديت قلتي فيها مره واحده سهل ان هي تنغسل. هي ما بتوصلش للدرجه ديت معانا الا لما انت تسيبيها مره واثنين وثلاثه واربعه من غير غسيل، لاننا معظمنا بيقلي ويركي. الكيلو ده هيطلع لنا ان شاء الله كميه تحفه يعني. في ناس بقى بتطلع كده استني هوطي بقى النار، ناس تطلعها كده اهو ماشي اللون فاتح اهي بس قفلت من بره. تطلعها كده اهي سامع الصوت ده، تطلعها كده وتركنها على جنب وكمان شويه تحمرها بس سامع صوت اهو. نعمل بقى بسرعه لان الزيت معانا حامي. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدري بصوابعي بقى تتحكمي اعملي سمك واحد. اصلا انا مستعجله فالبتاع طالعه يعني ايه. في ناس بتحط على لقمه القاضي بطاطس، وفي ناس بتقول حلوه جدا. انا كنت واخداها في الكليه على فكره، المعيده بتاعتي كانت بتقول احنا بنحط على بطاطس وكانت مدرسه لنا ان هي بتحط على بطاطس. انا عايزه ابطل رغي عشان اركز اهو. بصي انا عايزه بس اوريكي بنعمل صوابعنا كده ماشي، وتجيبي مثلا كده اهو وتمسحيها من تحت عشان ما نطلعش الزوايا، وعايزه تبقي مركزه بس. وبعدين بالخبره هتعمليها. عندي واحده صاحبتي بتطلعها بصي دواير بالمسطره والله العظيم، وبتخلص لك في ثواني بس هي ايديها فيها على طول. لما انت بتبقي ايديكي في الحاجه على طول انا بعملها بالمعلقه الصراحه. انا بحط ايديا كده، حط ايديا كده العجينه كده واعمل بالمعلقه بس ايه. قلت اجرب طريقتها، طريقتها حلوه بس عايزه ايه، عايزاك تبقى ايدك في الموضوع يعني خبره فيه. مرحبا يا بقى. طبعا اللي شلناهم على جنبي دول هنحط دول عليهم وبعدين نرجع نحمرهم اهو. شوفي اهو، شوفي بسم الله الرحمن الرحيم. سامعه صوتهم؟ العجينه بتاعتنا حلوه ما شاء الله. نرجع نحمرهم تاني هياخدوا معاكي لون ايه؟ بني غامق. فانا هطلع دي شويه كده اطلعها تجمد بقى لما تجمد بس. بس ما جمدتش قوي، دي بقت حلوه. انا شلت كده ووطي النار. خلي بالك اصلا انا حاطه على اعلى نار عندي. بسم الله الرحمن الرحيم. جميله. سامع الصوت بقى اهو. بصي بقى يا نوراني، بصي اهو مع بعض اهو. ده الدورين اهو. ونرجع بعد ما نحمرهم مع بعض هياخدوا لون حلو وقرمشه بره من حلوه. نرجع ايه نحطهم في الشربات بقى. هعلي بقى النار كده. ونطلعها نحطها في الشربات ونطلعها في الصينية. بعد ما اتحمصت مرتين وحطيناها شوفي شكلها عامل ازاي جميل ازاي ومقرمشة. بس احنا هنفتحها من جوه وديت الدور تاني. انا بقى عايزة اوريكي الطريقة التانية. هشيلها وهحمصها مرتين اهي. شوفي بقى طريقة التقطيع التانية. في طاسه جنبها كده اهو. شوفي بقى طريقه التقطيع الثانيه، النار عاليه اهي. يلا بقى نشوف طريقه التصوير الثانيه، طريقه قصدي الشغل الثاني. بيبلي معلقه اهو زيت، وبيبلي ايدك نقطه زيت اهو.
خلاص النار مش شغاله معانا، خلي بالك كده هتزحلق من على طول. خليك معايا بقى بسرعه، ارفع بقى من فوق كده، هات الصوره كلها من فوق، هات دي ودي مع بعض عشان هنا الطريقه لازم كده. دي سهله جدا، شفتي دي سهله بقى جدا. ايدك هتظبط بقى ما تقلقيش، بس عشان انا بصور والموبايل بيفصل فمستعجله، لكن انت ما تبقي شغاله هتلاقي الدنيا ماشيه معاكي بسهوله خالص. اتفقنا ان احنا بنحمره على مرتين، اعلي النار بقى مجرد ان انا حطيتها واقلب. هتلاقي بصي شوفي ديت، معلش بس عشان احنا مستعجلين عشان التصوير اهو. دي جوه القاضي الجميله، بسم الله ما شاء الله يا بنات اهي ما شاء الله جميله جدا 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 جدا. شوفي بقى بسم الله احنا هنشوف الطلبه. استني بقى اسمعي بقى، طبعا هي لسه سخنه فشرب الشربات المصفى بتحط تحتها، شوفي من جوه ايه مسميه خالص اهي، دي كولا متحمره مره ثانيه اهو. شوفي القرشه بتاعتها جميله، بتسيبيها شويه بقى الشربات الزياده بينزل وطعمها بيدي وجمال، طعمها تحفه بجد. دي كولها اهو متحمره مره ثانيه، يعني بتشيل اول مره زي ما وريتك ثاني مره. هات دي كلها كميه كده، لا فاضل شويه من الكيك هعملهم كمان شويه بقى اهي. جميله، تقدري تحكمي فيها من تحت زي ما انت عايزه، وبتتقدم برده طبعا هي هتنزل الشباب بتاعها كله. بسم الله ما شاء الله شوفي بجد جميله جدا. اتمنى تجربي الطريقه، ولو في معاكي حاجه او بيحصل معاكي حاجه فيها بتبقى مش مظبوطه كل مره قولي لي. والسلام عليكم. لقمه القضي بتاعتنا ازلابيا العوامي، بسم الله. دي ثاني يوم بقى، انا كنت عاملاها امبارح بعد العشاء، النهارده الجمعه بتبتدي اهي، صلاه الجمعه هتبتدي. انا بسم الله ما شاء الله انا ما بحبش المبالغه في القرمشه بتاعتها، يلا نشوفها بقى عامل اه. كنتش قادره صراحه امبارح اصور الباقي واخلص واحد كمان هقعد. انت بتسيبيها تتصفى في على المصفى يعني اه. شوفي من جوه المسامات بتاعتها وطعمها جميل، عايزاها مقرمشه كده عن كده زودي بقى النشا براحتك يعني أه. بس كده هتبقى طريه من جوه ومقرمشه من بره حلو. بالطريقه دي جميله جدا، وبالمقادير دي جميله وحلو طعمها جميل وتحفه. القلي مرتين احلى من انك تقعدي تزودي النشا الصراحه يعني. في ناس بتحبها، انا عملتها المره اللي فاتت كميه نشا كبيره، كانت مقرمشه قرمشه اللي هي تكسر سنانك يعني، ما كنتيش بقى تستمتعي وانت بتاكليها، لا انت كنت تحسي انك بتقطمي الخشب يعني. مش دي كلها كميه طبعا، بس بوريكي شويه كميه صغيره تعمليها اهي. بسم الله ما شاء الله، حافظه على نفسها وعلى شكلها، طعمها جميل. اتمنى تجربيها بطريقتي وهتعجبك كده ان شاء الله.